في هذا الفيديو المتواضع سنقول لكم مرحبا بكم معايا في رحلتي القصيرة عن دوار توميت اللي تابع جماعة ايتهاني اقليم الرشيدية باش نكتشفوا جميع منجم من بين المناجم الكثيرة في المغرب اللي هو منجم الملح. احنا جايين من جوهرة الجنوب الشرقي للبلاد مدينة تنغير، وعلى بعد 14 كيلومتر كنتسحروا بجمال مضايق تدغى بجبالها الصخرية الحمراء اللي كتعتبر قبلة سياحية الأجانب والسياحة الداخلية. مرحبا بكم معي. ما بين أجمل لحظات وأنا في مضايق تدغى هي ملي تنوقف باش نهضر مع رعاة الغنم. راعي الغنم التواضع ديالو والصبر ديالو والقدرة ديالو على تقدير الأمور بواحد الشكل عجيب كتخليني نطرح أسئلة كثيرة. التواجد ديالو في المناطق الواسعة تعطي فرصة التأمل في صفاء الدين ومسؤوليته الكبيرة وقدرته على التعامل مع كل الأغنام على اختلاف الطباع ديالها. ما شاء الله ما سخيتش نبقى ولكن تابعني طريق التوميت. 150 هي في الحقيقه واحد والفيلاج ديال لي كرون بارون ديالي ديال جدودي ممكن باش ندير صله الرحيم ونشوفهم ونطلع على لي زونك لي تو وميم طون جوست باش نبارطاجي معكم واحد البلاصه نمشي لها دابا فات هي واحد سيتون مين دو سيل مين دو سيل باش نقول لكم داكشي جميل جدا واحد البلاصه فاش كيخرجوا لو سيل جيم بسال جيم واحد بسال اللي فريمون كيعاون الناس ديال الفيلاج فيه باش يترزقوا منه وياكلوا منه طرف ديال الخبز. دونك دابا حنا غاديين ليه ابيي سي ا بو بري 1 اور دو مارش ا بو بري 1 اور دو مارش اون بلان مونتاين. Thank you.
وانت في وسط المنجم كتبان لك عدامه الخالق. الملحه الحيه كما تنقولوا لها هي ملحه صخريه كتتواجد في الطبيعه على عده اشكال والوان. ففي منطقه تومليت كتتواجد الملحه على شكل ثلاثه ديال الالوان، رماديه وبيضه وورديه. هاد الملحه هذه كتختلف على ملح الطعام اللي كتستعملوه، مذاقو اقل ملوحه من الملح اللي كيتعالج كيميائيا، كما انه غني بالمعادن وفوائد كثيره ولا تحصى. استخراج الملح ماشي شي حاجه سهله، بحيث كيتم استخدام طرق تقليديه اللي هي عباره عن فأس باش يستخرجوا الملح من الصخور الملحيه. تحيه كبيره للناس اللي خدامه في المناجم، تحيه كبيره للناس اللي كتغامر بالحياه ديالها من اجل لقمه العيش.